مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى الرمان البارد. عنا كوب حليب، ساعة كوب الحليب 370 ملي، نص كوب عصير رمان، سويس رول رمان، ملعقتين صغار مليانين كاستر، 3 معالق طعام سكر، ملعقتين صغار نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط فوق الحليب ملعقة ونص سكر، كمان بحط الكاستر، وبحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد الكاستر بهيدا الشكل لنكفي الطريقة مع بعض. بقطع سويس رول بهيدي السماكة، كمان عندي صينية بحط بأرض الصينية بهيدا الشكل. بعد ما حطينا سويس رول بهيدا الشكل، هلا بمد الكاستر على الوجه. بسم الله. حلو جدا، سهلة وسريعة وكتير لذيذة. هلا بدنا نعمل تاني طبقة أنا وياكم. كمان بحط عصير الرمان، سكر، نشا. بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا بحطهم على الكاستر. بسم الله. اكيد بمدوا نفس المستوى. وهلا برش الرمان على الوجه. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي نص ساعة. لنشوف مع بعض كيف طلع الحلو انا وياكم. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلى الرمان اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.